وسعوا صدوركم، وسعوا صدوركم حيل على عيالكم. هذا مثال دائما اقوله انا، البامبو اللي هو الخيزران، تعرفون الخيزران؟ الخيزران هذا طريقه زراعته غريبه، يقصون على هيئه عقل ويحطون العقل في صبخه، كل عقله تقريبا يعني لها مقدار قولي 30 سنت، يلا ما يخالف، يغرسونها تحت الارض. العقله هذه عقله، شوفوا هالعقله هذه، ويسقونها، يسقونها، يسقونها 4 سنين ما تشوف الاصبخه. شو يسوون ذولا؟ يصبون ماء على اصبخه 4 سنوات، بعد انتهاء السنه الرابعه يطلع برعم، بعد 6 أشهر يصير طولها 18 متر. شو تسوي بهالفتره؟ تمد 10 كيلومترات تحت الارض جذور عشان تنتظر لحظه الانطلاق. ولذلك بعض اولادنا قد يتاخر ازدهاره، وقد تقول العلم ضايع، وقد تقول يا حيف يا حيف ويا حسافه. والله رايتها في 2 من اولادي، راي العين، صار لهم اونست انو تايم يا دكتور، انو تايم. هذا الولد انا قلت حق امه شوفي احنا عندنا خير من الله، هذا خلنا عده كأب النوح عليه السلام، ماني قايل اسمه، قسما بالله فاجأني واحد، فاجأني في احداث غزة، والثاني فاجأني لما صار موقف بعد ما خلص الثانوية العامة. ادري خيزران عيالة الذين واحنا ما ندري. اوصيكم بالاستمتاع في الحياة، فهؤلاء جاءوا لكم، متع لكم، عيدوا النظر، استمتعوا، ثقوا بانفسكم،